السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بمتتبعين ومتتبعات ديولي في مكانه. كنتمنى يا رب تكونوا على خير وبخير. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم حيل والتدابير اللي كتصادفنا في المطبخ ديالنا، ومن ضمنهم واحد المشكل كنعانيو منه حنا بزاف السيدات وما كنعرفوش نتعاملوا معاه. هنا حبيت نقول لك سافرتي او شحال هادي معجنتي ولا شحال هادي ما قصتي الطاوله ديال الطحين، وملي طليتي عليهم لقيتيهم مدودين، شنو غديري؟ كيفاش غتعاملي معاه؟ غتخليه؟ غتلوحيه؟ اليوم ان شاء الله غادي نجاوبك وعندي لك الحل لهذا المشكل هذا، وكذلك غادي نقول لكم شنو هي الحاله اللي ممكن ترمي فيها الدقيق. غير شجعوني باللايكات ديالكم وبالبارطاج، وما طولش عليكم اخواتي اكثر، نمشيو نشوفوا هاد التدابير. كنتمنى لكم بالطبع فرجه ممتعه. ونبداو على بركة الله ونقولوا بسم الله. هنايا بغيت نبدا معكم في اول حاجه غنقولها لكم سريعا، هو فيما يخص نهار اللي كنحضروا لاصوص، اي صوص، سواء البيتزا سواء لي بات سواء الكفته، مهم اي صوص فيها مطيشه. وملي دقنا هذيك لاصوص ولقيناها حامضه كما كنقولوا كطعن بالحموضه، لان بعض المرات مطيشه بحد ذاتها كتكون حامضه. الحل باش تنقصي ديك الحموضه من ديك لاصوص هو انك كتضيفي ليها واحد المعلقه صغيره ديال سنيده سكر حبيبات، وهذيك سنيده كتهرس من داك الجهد ديال الحموضه، وبالتالي ما كتبقاش كما كنقولوا زعيقه بالحموضه وكطعن. حبيت نقولها للبنات المبتدئات لان تبارك الله كثير ديال العيالات غيكونوا عارفينها. نمشيو ان شاء الله نشوفوا التدبيره المواليه. وهنا البنات غادي ننتقل معكم مباشره لهاد التدبيره هذه اللي زوينه زوينه، هو كيفاش تخليو المعلقات ديالكم الفراش المعالق صغار كبار المواس يبقاو دائما كيلمعوا من غير ما تتعبوا معاهم او تضربوا شي مجهود وتبقاو تحكوا وحده بوحده. انا هنا غنستعمل هاد الطاجين هذا اللي كنتو كتخاصموا عليا انني نحيدو، فعلا سمعت كلامكم وحيدته. شريت الطاجين ديال الطين كيف ما شفتو، هذا ما بقيتش كنستعمله، وليت خليه غير وليت مخليه غير لهاد الغراض الا بغيت مثلا رقد فيه شي حاجه ولا، مهم ما بقيتش كنطيب فيه نهائيا. غادي نحط غادي تحطوا هنايا ان شاء الله المعالق ديالكم والفراش ديالكم، وغادي نكبوا عليهم الماء طايب طايب البنات، طلق سبوله كما كنقولوا بحال هكا. غتجيبوا الكميه اللي عندكم كاملين، وغاتش غتاخذوا غتاخذوا مسحوق ديال الغسيل ديال الاله ديال التصبين ديالكم اوتوماتيك، اي نوعيه كديروا. ها هي خديت معلقه، ريحته غزاله يا البنات ما عرفتش علاش وكتاخذوا هنايا النخاله. تجيكم الخلطه غريبه وعجيبه، ولكن بغيتكم تجربوها وتردوا عليا الخبر، وغادي تشوفوا ان شاء الله المعالق ديالكم غيوليو كيلمعوا كيبرقوا بحال يلاه شريتوهم جداد بحال هكا. وخليوهم هنايا، ما غنقول لكم ساعه ما غنقول لكم ساعتين، خليوهم حتى يبرد عليهم الماء تماما. انا المعالق ديالي شويه نقيين لانني عرفت شنو كندير اليوم، وفايت ليا سبق ليا شاركتها معكم، هو انني نهار اللي كنكون سالقه البطاطا الماء ديال البطاطا ما كنرميهش، بحال دابا ديك الكسرونه اللي كنبقى فيها الماء ديال البطاطا ما كنخسر حتى حاجه، الله يعمل ما نحكهمش، مهم غير نهزهم وكنرميهم في داك الماء ديال البطاطا وكنخليهم فيه حتى كيبرد عليهم داك الماء، راه كيوليو كيلمعوا. كانت مساليه راه تندوز عليهم تدويزه خفيفه، ما كانتش مساليه صافي راه كنزولهم وكنشللهم وكنحتفظ بهم، المهم هو هذاك الماء ما كنضيعوش. شي علاش دائما المعالق عندي جداد وما نغفلوش عليهم البنات، حنا عاده تنغسلوهم داك الغسيل العادي مع المعيناس، ولكن لا راه مره مره خصهم داك التنظيف العميق ونحكوهم باش ما يبقاوش زرقين كما كنقولوا لك حلين، يوليو دائما كيبريو لانهم راه هما اللي باش راه هما البنات اللي كناكلو بهم وكنخشيوهم في الفم ديالنا. ورجعت معكم البنات، هانتوما من بعد ما دازت خليوها نتوما حتى برد عليه الماء قبيله راه كنطايب تيطلق طالق السبوله. غادي نشوفوا شفتوا البنات، شوفوا بغيتكم البنات تجربوها عاد حكموا، جربوها وقولوا لي واش عندي الصح ولا ماشي عندي الصح. غادي تلاحظوا نتوما اللمعان بعينيكم، دابا غادي تشدوا غير حلفه عاديه رطبه، ما غديروا معاهم لا مجهود لا والو، غير تدويزه خفيفه بحال هكا راه كيزولوا كاع داك كتعرفوا اكثر هي هاد البلاصه هاد الحفرات اللي كيكونوا عندنا في المعلقه من اللور، هما اللي كيبداو يكحالوا كيشدوا شي وسخ تما. ها نتوما كلشي كيطيح كلشي كينزل، شوفوا البنات هاد البلايص ها كتبقى فيهم حتى حاجه، كلشي كتولي المغرفه ولا المعلقه كتولي المعلقه زوينه وكتبري بحال راه يلاه شريتيها جديده. شوفوا الموس البنات، شوفوا كي ولا كيبري. انا ما غاديش نجي نشكر فيها اكثر، تجربوها ان شاء الله بيديكم وتشوفوا بعويناتكم. ها نتوما شوفوا البنات، شوفوا تبارك الله، شوفوا اللمعان اللي فيها هكا. انا كنقول لكم هكا غير باش نشجعكم هكا وتنوضوا تحكوا بمعيناتكم وتولي ان شاء الله الكوزينه عندكم تتشعل ومعيناتكم تيشعلوا كلشي عندكم هو هذاك تبارك الله وصلى على النبي
صافي البنات دابا غادي نمشي نشللهم في الروبيني ان شاء الله ونوريهم لكم. هانا البنات، شوف شوفوا تبارك الله، لمعان يختفوا الانظار. ها انتم كيبري وصل على النبي، ها انتم شوفوا بعويناتكم، ها انتم البنات غير جربوها. نوضوا دابا بالحق تكملوا الفيديو ديال سحر. ونوضوا وجربوها وتشوفوا بعويناتكم. للمعلومه هذا المسحوق ديال الغسيل ديال الحوايج اللي كنديروا في لاماشين راه ماشي كيخرج غير المواعن، باقي غادي نشارك معكم واحد التدبيره ان شاء الله اللي كنا كنوحلوا فيها في المطبخ، غادي كنرقدها فيه وكيخرجوه هكذا كيشعلوا شعيل بحال يلاه شريتهم. غادي نخليها لكم، ندير لكم تشويق. نخليها لكم ان شاء الله المره اخرى وغادي تشوفوا كلشي بعويناتكم. مازال كما كنقولوا لا زال في جعبتي الكثير، غير دعموا اختكم ووقفوا معها، الله يجازيكم بكل خير باش هكا نزيد نتحفز. ودائما دائما كنبقى جالسه مع راسي وكنبقى نقول شنو ما دوزتش مع البنات، شنو انا عارفه هما باقي ما عارفينوش. وليت فكرتها كنوض في البلاصه كنسجلها في المذكره باش ما ننساش نهار اللي كيكتب انني كندوزها معكم. وهنا البنات جيت معكم الفكره اللي قلت لكم في بدايه ديال الفيديو واللي كطرى مع بزاف ديال السيدات وبزاف ديال البنات هكا اللي يلاه بادين يعني في الحياه الزوجيه وما كيعرفوش يتعاملوا معها، كتقولك شنو ندير. هو فيما يخص الطحين، سواء سميده سواء الفينو سواء فارينا الفورس نخاله اي حاجه، يعني قلبتوها ولقيتوها بدات كتربي الريمود اولا فرطوطو اولا المهم كل واحد شنو كيسميه، كل واحد كيعطي لك الحشرات شي سميه، اولا داك الدويدات لان فرطوطو هو اللي من بعد كيولي دوك الدويدات صغيورين، وكتقول لك واش شنو غندير، واش نرميه واش نخليه، شنو ندير شنو ندير. انا اليوم غنشارك معكم هاد التدبيره هادي لانني انا عقلتهم اللي كنت قلت لكم رانا سافرت في العطله لدارنا، كنت خليت هاد شويه ديال الفينو عطى الله يعني مخليه غير واحد النسبه قليله، كنت مخليه وما قصتوش تخيلوا من قبل العطله ودازت العطله وشوفوا شحال دابا باش جيت وما قصتوش لانني ما كانش حاجتي فيه، يعني ما درت لا ملوي لا والو لا مسيمنات لا حاجه. كنعجن عاده الخبز غير بالفارينه ديال الزرع راه عرفتوها. اذا دابا ملي جبدتو لقيته بحال بدا كيربي الخيوط، تعرفوا دوك الخيوط اللي كتلقاو بحال الخيط في وسط الطحين، كيربي واحد البخوش نوريه لكم. وقلت انا بما انني غنصاوبو غنصاوبو، وكاين الحل يعني ما ترميوش ما ترميوش الدقيق ديالكم. شوفي دابا ملي بغيتهم غبروا، ها هو ها هما بحال هكا انا نوريه لكم، ها هو شفتوا، ها هو لاحظوا معايا في يديا غتشوفوه كيبقى يزيد، ها لقيتو ربا بحال هاد البخيشيشات هادو صغيورا. اذا انا ما غاديش نوض اللوحه الدقيق السميده ديالي على ود هاد البخوش، ماشي شي حاجه اللي غاف، غنقول لكم اصلا حتى وقتاش يمكن لكم يعني صافي تقطعوا ياسكم من داك الطحين وترميوه. ها نتوما شفتوا، اذا غنمشي نغسل يديا ونرجع معاكم. هانا بس رجعت معكم، اذا شنو غادي ندير، غادي ناخذ الغربال اللي يكون عويناتو رقاق نتاكد بانه ما غاديش يدوز ليا هذوك البخيشيشات، وغادي نهبط شوف 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 شوف، وغادي نهبط السميده ديالي ونغربل عادي. ها هما كلشي غادي يبقى هنا وكلشي غادي يزول. انا عاده تندير احتياطات ديالي في الدقيق اللي شاركته معكم شحال من مره وغادي نشاركهم معكم دابا ايضا باش ما كيربيش ليا هادشي، ولكن غير كتعرفوا مع الدهوه والفرحه ديال التصافير. نسيت راسي وصافي يعني ومشيت وخليته هكاك. ها انتما البنات شفتوا، هانتوما نوريكم حتى الشكل ديال الخيوط اللي قلت لكم، ها هما ها هما هادو هما الشكل ديال الخيوط اللي بحال هكا كنلقاو كنلقاو بحال الخيط هكا مكلل ولا مكبد ولا كي غنقول ليها. والبخيخيشات هما هادو ديال الطحين، عاده انا ماشي شي حاجه اللي نقولوا راها مقرفه ولا كتعيف، هادي هادشي كاع الناس الشعبيين غادي يتعاملوا مع الامر عادي لانه حاجه طبيعيه الطحين تيدير الرامود وتيدير البخوش. اذا انا نكمل الغربل هذا كله نحيد منه هذا الحجب ونرجع معاكم. صافي يا البنات انا غربلته كامل ما بقات فيه حتى شي حاجه، ها هو رجع بحال الاول ما بقى فيه والو. اش غندير اش غندير، غادي نمسح السطل ديالي هو الاول. صافي مسحته باش هكا ما يكونش فيه يعني شي خيوط ولا شي حاجه ونصدقوا بحال ما دايرين والو. غادي نرد السميده ديالي كيف قلت لكم، ماشي غير في السميده، في اي نوع ديال الطحين دار لكم هذا المشكل ديال الرامود ما ترميوش، كذلك راه كيديرها حتى في النخاله. المهم اللي عندكم ديروا ليه نفس الطريقه. شنو غنديروا ليه باش ما يرجعش يعني يدود من كذا وجديد ويبقى عندنا صالح ومزيان؟ كنجي لهنا وكنقبض
المزيودات البنات، المزيودات الحارين زوينين بزاف، عندك هما وعندك اوراق سيدنا موسى، ها هما واعرين واعرين البنات على ضمانتي، ما كيخليوش الحاجه ترمد. انا هادو هما اللي كندير عاده ودائما. صافي غادي نقبض هاد الوريقات وغادي نديرهم هنايا كيف قلت لكم في اي نوع ديال الطحين دار لكم هذا المشكل. والمزيودات ها هما، انا تبارك الله راه شفتوا عندي زرعاهم، عندي موجودين، كنستغلهم هكذا وكنغطسهم هنايا بحال هكا لداخل بهكذا، عمرو ما يربي لكم البخوش لا خيوط لا حتى شي حاجه، وتكونوا هانين. وهاد القضيه يديروها الناس اللي ساكنين في المدن الساحليه واللي قرب للبحر، دائما كيكون عندهم هاد المشكل هذا، يعني هاد التدابير هادو غادي تنفعكم بزاف بزاف. شي راه ما تلوحوش الطحين ديالكم، شنو هي الحاله اللي صافي كيف قلت لكم هنقول لكم لوحوا هذاك الطحين، هو انه ملي كتشدوا الطحين ديالكم وكتشموه وكتلقاو فيه الريحه خايبه، هذاك صافي قطعوا ياسكم منه وخلفتكم على الله ورميوه، هذاك صافي. اولا كتلقاي مثلا الفورس كثرت ما انه طال ودار ريحه، ما بقاش بيض ولا اللون ديالو صفر وداير ريحه خايبه، مهم الريحه كاسره فيه كما كنقولوا. صافي هذاك لوحي، هذاك ما عنده حتى شي علاج، لانه واخا تعجني به الخبز ديالك غادي تجي فيه الريحه وغيجي حالته وما غياكلو حتى واحد. ودرت الروينه هنايا بالسميده. كنتمنى يا ربي البنات الفيديوهات اللي كنشارك معكم تكون كتفيدكم وكتستافدوا منها، وتكون عند حسن ظنكم يا ربي، ونكون خفيفه ظريفه عليكم، ماكوش كنتقل عليكم، ماكوش كنصدعكم. يا ربي يا ربي تكون الفيديوهات ديالي كتعجبكم، وكنتمنى من الله ومنكم انهم الا كانوا كيعجبكم فعلا تمدوا لخصكم يد المساعده وتساعدوها بلايكاتكم وبالبارتاج وبالمشاهده الكامله. الله يجعلوا لكم في ميزان حسناتكم يا ربي، وعوضكم ربي الخير فين ما مشيتو فين ما كنتو، تلقاو غير الخير قدامكم ان شاء الله. الفيديو ديالنا غادي يسالي، ومع الف سلام.